مباراة عظيمة، نهائي مبكر. جامعة القاهرة تقدمت وبتحاول تطير بالمباراة. الهدف الأول، جبت أول هدف في ضربات الجزاء وده حسن من موقفنا ورجعنا في الماتش تاني. جامعة الأزهر لم تستسلم. الهدف الأول، إجابة خاطئة. الحمد لله تعادل، بس ضاعت مننا بالهدف الذهبي. أنا جبت الهدف الذهبي وده اللي خلانا ناخد 25 نقطة ونرجع تاني في الماتش. الهدف الذهبي، إن شاء الله بإذن الله نقدر نعوض الفكرة اللي جاية. إن شاء الله نعمل أحسن من كده في عجلة الحظ. بماتش زي ده بيستعدوا للنهائي.